أهلا بكم. بعد تجربة دامت 3 أشهر لتخفيف الازدحام المروري وتحسين حركة السير والتي توقفت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أعاد مجلس الوزراء تطبيق قرار تعديل أوقات الدوام الرسمي مطلع الشهر الحالي. وتشهد بغداد الآن 4 جداول زمنية مختلفة تتوزع عليها الوزارات والمؤسسات الحكومية. هذا القرار أثار نقاشات واسعة، خاصة بين طلبة الجامعات وأساتذتهم الذين يجدون صعوبة في التكيف مع التوقيتات الجديدة ويطالبون بالعودة إلى النظام القديم لكونهم أصحاب عوائل ولديهم أطفال والتزامات كثيرة، والتوقيت الجديد قد أثر عليهم وعلى عوائلهم بشكل سلبي. وفي ظل هذا التباين في الآراء يواجه مجلس الوزراء ضغوط لإعادة النظر في القرار بما يحقق التوازن بين تسهيل الحياة اليومية وتحقيق أهدافه. أهلا بكم.